نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخواني أخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مستعينين بالله وحول قوته، وفي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة الثاني من شعبان 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 21 من مايو 2015 من ميلاد المسيح عليه السلام. وفي هذه المحاضرة 12 سنكمل الحديث عن شرح مجموعة الجرافيك كوريل درو جرافيك سويت اكس 5، وسنكمل إن شاء الله اليوم أو نتكلم عن الجزء الثالث من الدورة. وفي هذا الفصل 12 نبدأ محاضرتنا. كنا تكلمنا في الفصل 11 وقلنا أن الجزء الثالث هو البداية العملية أو الشغل العملي الخاص بمجموعة الكوريل. الجزء الأول والثاني كان طبعا عملي، بس يعني مقدمة لما يلي بعد ذلك. الجزء الثالث في الفصل 11 محاضرة السابقة تكلمنا عن كيفية التعامل مع البيجز أو الدوكمنت، صفحة التصميم أو صفحات التصميم عامة، وشرحنا يعني على قدر المستطاع. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن موضوع هام جدا، بعض الناس تعتبره أنه يعني غير مفيد، ولكنه إيه مهم جدا، اللي هو مساعدات الرسم وأدوات القياس أو معينات القياس. مساعدات الرسم والقياس، مثل عندنا ثلاث أشياء بيساعدوني في عملية الرسم أو التصميم. أول شيء الرولر، تاني شيء الجايد، تالت شيء الجريد. هنتكلم كده إن شاء الله ستيب با ستيب، بالترتيب كده خطوة خطوة. قبل ما نبتدي في الشرح إن شاء الله لابد أن نعرف شيء ما. لابد أن نعرف أن أي تصميم يتكون من صفحة عدة صفحات بحجم معين، تمام؟ فهذا التصميم يحتوي على عدة عناصر، في مثلا ريكتانجل، في أوفال، في صورة، في مثلا فونت معين، وتيفر الأوبجكت الذي سأضعه في هذا التصميم. هذه الأوبجكتات، هذه العناصر تحتاج إلى محاذاة، تحتاج إن أنا أعمل decrease in distance، increase، أزود وأقلل المسافة بين هذه الإيه، هذه العناصر. طيب إيه اللي يساعدني في الموضوع ده؟ طبعا إيه اللي هي معينات أو مساعدات الإيه، الرسم وإيه والقياس. أول شيء عندنا، أول حاجة اللي بتيجي بيها اللي هو المسطرة، الرولر. طيب إزاي أشغل المسطرة؟ طبعا المسطرة لا تعمل حتى نكون بفتح ملف، سواء كان ملف جديد أو ملف موجود إيه من قبل. طيب نختار ملف، whatever هذا الملف، أي ملف نختار، مثلا على سبيل المثال open. تمام، معذرة، واللي هنا writing tools. طبعا قلنا الموضوع ده عشان خط معين. تمام، ظهر معايا اهوت، يعني حاجة فور اكزامبل، او نفتح ملفين مش مشكلة، اوبن اوكي. تمام، ده ملف تاني. فين المسطرة؟ المسطرة ظهر امامي اهيت. طيب نفترض المسطرة لا توجد على شاشة التصميم او صفحة التصميم، كيف يمكنني اظهار او اخفاء الرولار؟ تمام،
في يوجد اكتر من طريقه، في اكتر من طريقه ان انا اشغل بها المسطره، ان انا افعلها او انشطها او اظهرها. اما او اما ان انا افتح قائمه فيو واختار امر رولر اهوت، تشيل امسح خلاص ما في رولر، او انني اضغط يمين في اي مكان فارغ خارج نطاق التصميم. تمام، يعني لا يجوز ان انا اضغط في هذا المكان، تمام، هذا التصميم، اي مكان فارغ ما فيهوش تصميم اضغط يمين عليه، يظهر قائمه اختار منها امر فيو، فيو من فيو اختار رولر. دي طريقه اخرى، طريقه تانية لاظهار واخفاء الايه المسطره. طبعا لو رحنا لاوبجكت، تمام، وعندنا طبعا رولرز اهيت، تمام، اقول له شو رولرز. عندي ثلاث طرق، اكثر من طريقه لتنفيذ الامر. قلنا يا جماعه قبل كده ان الطرق الكثيره، تمام، طبعا بتديني اوبشنات اكتر، ان انا لو نسيت طريقه في طريقه اخرى، او انا افضل طريقه معينه، شخص تاني لا بيفضل طريقه اخرى، تمام. فيعني ادي لايك حسب الطريقه اللي احنا بنحبها ونحب نفضلها، نختار الطريقه المناسبه. ما علينا، اخترنا الرولر، ظهرنا المسطره، نلاحظ في هذا المكان، اوكي عامل ايه، ظهر المسطره، تمام، المسطره ماشيه بجريد معين، 0 0 1 2 3 4، تمام. شوف الكلام ده ان شاء الله دلوقتي. اول حاجه عرفناها ان احنا لو المسطره لا تظهر على الشاشه، مش موجوده قدامي، ازاي ان انا اظهرها؟ طيب اول شيء عندنا هنا بيقول لي في حاجه اسمها رولر اوريجينال، اصل المسطره، اصل الجريد، التدرج، تمام، الخاص بالمسطره. لو ضغطت في هذا المكان كده، اضغط واسحب بس، ايه اللي حصل؟ كان الترقيم هنا من تحت 0 1 2 3 4، اصل المسطره من تحت من هنا، ممكن اضغط من هنا اعدل الايه الترقيم او الجريد بتاع الايه المسطره بتاعتي. طيب تمام، الجزء المسطره ده، تمام، بنسميه الفيرتيكال رولر، المسطره الراسيه، او بنسميه الواي. وهذا الجزء من المسطره، الجزء الثاني، بنسميه الهوريزونتال رولر او الاكس، الاكس والواي. يعني طبعا درسنا الاحداثيات في الاعدادي على ما نذكر، يعني اللي هو الاكس والواي زي تمثيل نقطه معينه، تمام. طبعا ملاحظين حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ شوف الماوس فين، المؤشر فين، واقف تحت السبعه، تمام، في خط كده بذهب يمين او يسار، الخط المنقط ده ماشي معايا في اي حته. طيب على اليسار، ها، بنزل او اطلع لاعلى او لاسفل، ها، في خط كده، ها، ملاحظين الخط ده يا جماعه؟ شايفين الخط ده؟ بقف على المسطره، الكورسر بيتغير لونه من اسود لابيض. طيب ادخل جوه صفحه التصميم، ايه اللي بيحصل؟ يظهر ايه خط، الخط ده بنسميه كورسر بوزيشن انديكيتور، اللي هو محددات وضع المؤشر، يعني المؤشر مكانه فين بالظبط، احداثيات المؤشر فين بالظبط، تمام. طيب احنا عايزين نقوم بضبط المسطره، ضبط يعني سيتنج ذا رولر، ضبط اعدادات المسطره، بمعنى المسطره بتاعتي، تمام، هنا هيت. احنا اول ما فتحنا الملف، ايه اللي حصل يا جماعه؟ اول ما فتحنا الملف كانت المسطره الجريد بادئ من تحت. طيب لو فتحنا الملف الثاني، الجريد بادئ منين؟ يعني كل ملف له جريد، له تدرج، المسطره مختلفه عن الثاني. ايوه، طب عايزين نروح للاصل، قلنا اصل المسطره بادئه من تحت من هنا. لو عايزين نعدل او نضبط التدرج بتاع المسطره، بضغط في هذا المكان واسحب كده نقطه، 0 0 احداثيات، 0 0 1 1 2 2، تمام، هذا الايه التدرج. لا، واحد يقول لي لا انا عايز من هنا، طيب ازلك اللي انت عايزه. طيب
في عندنا احنا قلنا دلوقتي عايزين نضبط المسطرة، اعدادات المسطرة. ايه اعدادات المسطرة؟ او الاعداد اللي احنا بنغير التدرج بتاع المسطرة. تاني شيء، المسطرة انا عايزها تظهر امامي. طبعا هنا الاحداثيات اهيت، تمام. لو ضغطنا اي اوبجكت بيبان للايه، الاكس والواي، الاحداثيات بتاعه فين بالظبط، في الاكس وفين في الواي. تمام. يعني هو عندي في الاكس كام؟ 10، وعندي في الواي تمام اللي هو ايه، 4 و 3 من 10. طيب لو ضغطنا مع الشيفت، شيفت كده، مفتاح، ضغطنا مفتاح الشيفت وسحبنا كده، الله، ايه اللي حصل؟ المسطرة انتقلت من مكان الافتراضي بتاعها وبدأت ايه، تسحب معايا في مكان تاني. طيب مع الشيفت كذلك مرة تانية نسحب كده، المسطرة جت فين؟ تمام، المسطرة قمت بنقلها من مكان لآخر. طيب انا عايز ارجع المسطرة مكانها تاني، نعمل ايه؟ الشيفت واتنين يسار عليها، يعني الشيفت ضغط على مفتاح الشيفت بإيدي، والماوس بالإيد التانية واضغط، وانا ضغط على الشيفت تمام، المسطرة بتنقل معايا. طب عايز ارجعه مكانه، كانوا اضغط على الشيفت برضو كذلك مرة تانية، ثم الضغط بالماوس مرتين في هذا المكان، يقوم بإيه؟ بضبط المسطرة لمكانها الأصلي. طيب تمام، موضوع سهل، مفيش حاجة. طب هي المسطرة الوحدات ديت وحدة ايه؟ البوصة ولا السنتي ولا ايه بالظبط، ولا الملي، ولا عايزين نعرف ايه وحدة القياس الخاصة بالمسطرة بتاعتي. تمام. في زي ما احنا قلنا قبل كده، في عندي اكتر من طريقة ان انا اعرف وحدة قياس المسطرة بتاعتي. طيب يا جماعة فين؟ طب انا ضغط العنصر طبعا مش ظاهر. اول شيء اتاكد ان انا مش محدد اي عنصر، تمام. ايوه هنا هي، بيقول لي يونت وحدة قياس المسطرة بتاعتك هي الايه، الانش، البوصة المربعة. طيب قلنا وحدة القياس بتاعتنا اللي هي الايه، البوصة المربعة. عايز اعدل الوحدة ديت، جاست فقط ان انا افتح القائمة لاسفل واختار سنتيمتر. تمام، كل سنتي في كم ملي؟ في 10 ملي. لا انا عايز مثلا مليمتر، انا عايز بوينت، بيكسل، انش، وات ايفر اليونت اللي انا عايز اغير ليها، فبختارها ويبدا الايه، التعديل يتم بناء على الاختيار بتاعي. طيب واحد يقول لي هو في طريقة تانية ان انا افتح اليونت؟ ايوه طبعا، ايه هي؟ اتنين يسار في هذا المكان. فين اليونت؟ ادي اليونت اهيت، الانش. طيب تمام، في طريقة كمان؟ ايوه طبعا، الطريقة الافتراضية اللي هي منين؟ امر ايه؟ اوبشنز، او من تولز اوبشنز، او كنترول جي، وهنا بغير الايه، اليونت. ملاحظين ان اليونت تمام هنا ان اكتف وهنا ان اكتف. هنعرف دلوقتي ليه هي هنا ان اكتف وهنا مش نشطه. يعني احنا عايزين نضبط خيارات المسطره. ضبط خيارات المسطره، ما هي نفس الامر، انا اضغط يمين كده واختار رولر سيت اب، نفس الامر. تمام، ايوه نفس الامر. ضبط خيارات المسطرة بمعنى ان انا الاوامر اللي في المربع الحواري ده نشرحها. طيب ستيب باي ستيب كده، خطوة بخطوة، نشوف الخيارات دي تتكلم عن ايه، وازاي انا هستفاد من هذه الايه، الخيارات. اول شيء عندي طبعا بيقول لي نادج. كلمة نادج بتساوي كلمة بوش، موفمنت، حركة او دفع. يعني ايه حركة او دفع؟ ايه اللي دخل موضوع الحركة او الدفع في المسطرة؟ حركة ان انا عندي اوبجكت، عنصر ما، اي اوبجكت مثلا الريكتانجل ده، تمام، انا شغال على وحدة اسمها ايه، مش عارف، لا نتأكد، نطلع في حتة فاضية كده، انا شغال في وحدة اسمها الانش، البوصة. طيب انا مش بحب البوصة، انا بحب السنتيمترز، نختار السنتيمترز تمام، ونضغط على الاوبجكت.
لو ضغطنا على السهم يمين من لوحة مفاتيح ايه اللي حصل؟ مشانش حاجة، الريكتانجل بيتحرك يمين. طيب تمام، بس حركة بطيئة جدا. ايوه. طيب لأعلى، طيب لأسفل، يسار. انا عايز اسرع النضج، الحركة بتاعته، النقلة بتاعته ديت، عايز اعدلها ازاي؟ من يسار هنا، هنا بيقول لي النضج كل قد ايه؟ ياه، حركة بطيئة جدا، تحرك كل قد ايه؟ 25 من ألف من السنتي. لا 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 لا، 1 سنتي. موافق؟ اه موافق. طيب سهم يمين، اه كده باين فعلا الريكتانجل بيتحرك معايا حركة طبيعية. كل قد ايه يا جماعة؟ كل 1 سنتي، كل 1 سنتي بيتحرك. طيب ايه اللي عرفني؟ طيب نبص فوق كده، عندي الاكس، الاكس خلي بالنا كده، لاحظ كويس، هي الريكتانجل واقف فين بالظبط؟ مكانه في الاكس اللي هو الهوريزونتال، عندي 13. سهم يسار بقت 12، سهم يسار 11. طيب سهم يمين، طب ليه الواي مش بتشتغل؟ الواي فوق اعلى واسفل. طيب نضغط لاعلى، نضغط لاسفل، تمام، زي كل مره بايه بتتغير 1 سنتيمتر. طيب عايزين نزود شوية الحركة، عايزين نخليها كل 5 سنتيمتر. ها سهم يسار، اه فعلا خلي بالنا كده، نلاحظ هو فين دلوقتي عند سنتي كام؟ 3. طيب سهم يمين، ها وخمسة، 3 زائد 5 كام؟ 8، كمان 5 13، تمام وهكذا. طب لأسفل، ها بقى 5 الواي، سهم الأعلى بقى 10. عرفنا النضج بتعمل ايه؟ تمام. طيب كان في حاجة كده، ايه النضج وايه السوبر نضج وايه الماكرو نضج؟ اول شيء النضج عرفناه اللي هي الحركة، البوش، الموفمنت، الدفع او الانتقال، طبعا من مفاتيح الايه، مفاتيح الاسهم الموجودين في لوحة المفاتيح. السوبر نضج، سوبر يعني حركة اسرع او افضل، هنا بيضرب في 2، معامل الضرب هنا 2، 2 ايه؟ 2 في 5 سنتي. يعني مش فاهم، يعني انا كنت بضغط على سهم يمين بيتحرك 5 سنتي. ايوه، في السوبر نادج لما تضغط سهم يمين، سهم يمين لوحده هيتحرك كام؟ 2 في 5 بكام؟ ب10، هيتحرك 10 سنتي. لا، في مفتاح تاني هيشتغل مع سهم يمين او مع مفتاح الاسهم عامه. ايه هو؟ مفتاح شيفت بيمثل السوبر نادج، مفتاح الكنترول بيمثل المايكرو نادج، يعني نقلة ايه؟ نقلة صغيرة. طيب نجرب. اوكي. طيب انا سهم الاعلى بيمشي كام؟ 5 سنتي. طيب لو جربنا الشيفت والسهم الاعلى مشي كام؟ مشي 20 سنتي. فين يا عم؟ خلي بالنا هنا، هنا 10. طيب شيفت والسهم الاسفل كام؟ زيرو. الواي زيرو، نلاحظ هنا في المنطقة ديت الواي هنا زيرو، مع الشيفت وسهم الأعلى 10، شيفت وسهم الأعلى بقى 20، شيفت وسهم الأعلى بقى 30، وهكذا. كده بنعمل إيه؟ بنسرع عملية الإيه؟ الحركة أو نقل الأوبجكت من مكان لمكان آخر باستخدام مفاتيح الأسهم الموجودة في لوحة الإيه؟ المفاتيح. طيب أنت قلت من شوية ان السوبر نادج بيضرب في 2، امال بقى الماكرو نادج بيقسم على 2، يعني نص الايه، نص المسافه. هو المفروض السهم الاعلى والسهم الاسفل او سهم يمين او سهم يسار بيتحرك مسافه قد ايه؟ 5 سنتيمتر. طيب مع الكنترول اتحرك قد ايه؟ 2.5 متر. ايه اللي عرفنا؟ برضو نبص فوق، ها المقياس بتاعي اللي فوق ده هنا 10 سنتي، شفت سهم لاعلى بقى كام؟ بقى 12 ونص. شفت سهم الأعلى بقى كام؟ 15. ها معايا يا جماعة؟ ملاحظين الموضوع ده؟ طيب تمام، ملاحظين. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الفرق بين النادج والسوبر نادج والمايكرو نادج. بالمناسبة هو ايه هو الحد الأقصى للدفع؟ يعني أقصى مسافة ممكن يمشيها الريكتانجل من مكان لآخر 600 انش. يا 600 بوصة؟ ايوه،
يعني كم سنتي؟ احنا قلنا البوصة فيها 2.5 سنتي تقريبا، او 2.54 من ايه؟ من 100 من السنتي. مسافة كبيرة جدا جدا جدا. طيب السؤال التالي، هو ليه انا الوحدة الخاصة بالحركة inactive مش مفعلة؟ ليه؟ لأن أنت مختار هنا same unit for duplicate distance, nudge and rules. رابط أنا وحدة القياس الخاصة بالمسطرة بوحدة القياس الخاصة بالإيه؟ بالحركة أو النقلة. لو ضغطنا كده تمام؟ واخترنا inch، موافق؟ خلي بالنا من شوية سنتي، نرجع للأصل تاني نقول له مثل اللي تحت، ها اتغير بقى كام سنتيمتر؟ السنتيمتر هنا هو هنا. طيب نغيره الى البوصة. البوصة الخمسة سنتيمتر اللي هنا كام؟ بيمثلوا كام بوصة؟ 1.7 من بوصة. طيب نعكسها، نقول اللي عندي انش تمام، الانش بيساوي كام من السنتي؟ سنتيمتر. هو المفروض اصلا النضج هيتحرك كام؟ خلينا ناخد نفس المسافة تمام، هنا هيمشي كل مرة كام؟ 2 من الايه؟ 2 من البوصة، اللي بتساوي كام سنتيمتر؟ بتساوي 5 وواحد من ايه؟ من 1000 من السنتيمتر. تمام يا جماعة، مفهوم موضوع النضج والحاجات ديت. طيب هنا بفصل الاوبشن ده تاني، الاوبشن ده بيديني وحدة قياس مختلفة عن وحدة قياس المسطرة. هنا الافتراضي الديفولت ان وحدة القياس خاصة بالمسطرة هي نفس وحدة قياس الايه؟ الحركة او النقلة باستخدام مفاتيح الاسهم. تمام؟ طيب تمام. في عندنا موضوع تاني مهم جدا. تمام؟ هنا طبعا بيقول لي ايه؟ سيم يونت فور هوريزونتال اند فيرتيكال. هنا نفس الموضوع، وحدة القياس الرأسي هي نفس وحدة القياس الايه؟ العمودي. طيب نخليها هنا النضج واحد تمام، هنا واحد ايه؟ واحد بوصة. طيب تمام، هنا بيقول لي خلاص نفس الوحدة. الموضوع التاني بالنسبة خلاص اتكلمنا عن النضج وبيعمل ايه؟ نضج هنا بمفاتيح الأسهم، هنا بيضرب في 2 بالشيفت بمفاتيح الأسهم، هنا بيقسم على 2 بالكنترول مفاتيح الاسهم. هو لازم 2 ما ينفعش 3؟ اه ينفع 3 طبعا، ها الا ما شاء الله لغايه حد معين. وهنا نفس الموضوع، بيقسم على 4 او 5 او 6 as you like، زي ما انا عاوز. تمام؟ طيب تمام. هنا بيقول لي وحده القياس الخاصه بالمسطره الافقيه هي نفس وحده القياس الخاصه بالمسطره الراسيه. لا انا عايز اغير وحدات. ليه؟ انا عايز كده. طيب مش مشكله، وحدة قياس المسطرة الأفقية انش، خايف قياس المسطرة الرأسية سنتيمتر. اوكي، ها في اختلاف؟ طبعا اختلاف كبير. فين؟ انا مش شايف اختلاف. نبص هنا، هنا عندي ايه؟ هنا في مسافة، المسافة بين النقط تمام، بين كل ديفيجن واخر تقسيم في المسافة ايه؟ كبيرة. هنا المسافة ايه؟ صغيرة جدا. ايوه، لان هو بيعمل ايه؟ بيعمل مناظرة، بيعمل مقابلة بين وحدة البوصة مع وحدة الايه؟ السنتي. لا المفروض طبعا ان احنا نوحد الايه؟ وحدة المسطرة بالنسبة لايه؟ المسطرتين الافقية او الايه؟ الرأسية. موافق؟ خلاص ريح ايه زي ما كان التاني. طيب تمام. طبعا ده الموضوع المهم جدا، اللي بيقول لي اوريجين اللي هو اصل المسطره تمام، هوريزونتال وفيرتيكال اللي هي 0 0. احنا بنظبطها منين يا جماعه؟ من هنا كده، بضغط كده واروح عامل كده بس 0 0 1 2 3 4. خلاص انا كده ايه عملت ايه؟ رجعت المسطره للديفولت او للاوريجين بتاعها. ايه الموضوع اللي هو تيك ديفيجن؟ تيك ديفيجن يعني تقسيمات الأجزاء. مش فاهم برضه يعني ايه تيك ديفيجن. بص كده، من 10 ل 11 ده بنسميه ايه؟ ديفيجن، قسم او تقسيم.
ايه بقى النقاط ديت؟ دي بنسميها التك. كل ديفيجن فيه 8 تك، لما تخليها 10 يعني جت على 2 ما فيش مشكله، خليها 10 بقى كام دلوقتي؟ زاد بقى ايه؟ بقى 10. طيب نرجع تاني، نغير الوحده الى سنتيمتر. تمام، معذره، انش. الانش كام؟ 8. باي ديفولت هو بيختار كام؟ بيختار 8. طب بختار السنتيمتر، باي ديفولت هو بيختار كام؟ بيختار 10. وايه كمان؟ حول وحده القياس بتاعتي، تمام، الانش، هذا انش اهوت، الانش هنا، ها، بيساوي واحد. الانش 1 انش، بس كام؟ كام تك؟ 8. طيب حول الانش اللي الى سنتيمتر، ها ايوه، الواحد بوصه بتساوي 2.54. هو برنامج الكوريل لوحده قام تلقائيا بمعايره الوحده، بمعنى انا كنت مختار هنا البوصه، كل واحد بوصه هيعمل لي تك، كل واحد بوصه هيعمل لي تك، بوصه 11، بوصه 12، ده ديفيجن. تمام، في كام تك؟ في 8. تمام، في 8 ايه؟ 8 اجزاء. كل يا جماعه كل بوصه فيها 8 اجزاء. طيب انا هحول الوحده من البوصه الى السنتيمتر، ايه ده؟ هيكتب واحد وخلاص؟ لا، نفس المسافات كما هي، عشان ما حصلش ايه؟ مشكله مع ايه؟ الاوبجكت او التصميم الموجود عندي في الصفحه. تمام، نلاحظ الامور الصغيره دي. تمام يا جماعه، تمام، فهمنا موضوع وحدات القياس والديفيجن والتك. طيب ده طبعا اظهره في المسطره. تمام، هنا بيقول لي شو فراكشن، اوكي، الفراكشن اللي هو الايه؟ الاجزاء او الايه؟ او الكسور. النقطة التالية بالنسبة لموضوع الرولر اللي هو ايديت سكيل، تحرير المقياس. مقياس يعني ايه مقياس؟ مقياس الرسم. حد اشتغل على الكاد قبل كده او برامج الرسم؟ طبعا احنا قلنا يا جماعة الكورل يعني ما شاء الله عليه، في اوبشن كتير جدا جدا مش موجودة في البرامج التانية. تمام، الناس طبعا كل ما يتعمق اكتر في الكورل يعرفوا امكانيات الكورل الموجودة فيه، مش متوفرة في أكتر من برنامج آخر، حتى برامج شركة إيه؟ أدوبي المنافسة ليها، الكوري بتفوق عليها. إن شاء الله نشوف بعدين الأوبشنات. من ضمن الأوبشنات الجميلة اللي هو موضوع السكيل، المقياس. موضوع المقياس طبعا موضوع مهم جدا. أول حاجة قيمة المقياس من 1 من 100 ألف حتى مليون بوصة. المقياس بيبتدي من 1 من 100 ألف حتى إلى مليون بوصة. يعني ممكن الخط هنا بيمثل في الطبيعة كام؟ ده موضوع المقياس. يعني الخط هنا مثلا أو السنتي أو البوصة هنا بتساوي كام على الطبيعة؟ بتساوي 1. يعني لو رسمت هنا 1 بوصة على الهارد كوبي هتساوي 1. لأ، أنا عاوز أزودها، أزودها لغاية كام؟ من 1 ل 10، من 1 ل 40. تمام، كاستم. يعني الكاستم دي إيه؟ الموضوع مفتوح معايا، ازودها. بيج ديستانس، المسافة على صفحة التصميم كام هنا؟ بتساوي مثلا 1 1 ايه؟ 1 سنتيمتر. طيب في المسافة الحقيقية اللي تظهر على ورقة الطباعة كام؟ 1 برضو. ليه؟ لان كان الديفولت بتاعه من 1 ل 1. طب خليه من 1 ل 50، من 1 ل 100. ها هنا بقى كام؟ هنا 1، هنا بقى كام؟ بقى 100. طب ممكن اعمل لها كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الماكسيموم كام يا جماعة؟ مليون. ياه ما شاء الله، يعني برسم هنا السنتيمتر على الكوريل بيماثل في الطبيعة في الحقيقة كام؟ مليون سنتيمتر. تمام، ما شاء الله، يعني اوبشن عالي جدا موضوع السكيل او المقياس. اوكي، لا طبعا مش هينفع، نخلي ايه؟ 1 الى 1. موافق؟ موافق. ده بالنسبة موضوع الرولر او المسطرة. إيه بقى عندنا نقطة اخيرة في موضوع الرولر المسطرة، اللي هو موضوع الايه؟ الكاليبريتنج، موضوع معايرة
الشاشة أو المسطرة اللي قدامي دي. موضوع المعايرة بمعنى إن أنا عندي أهو رسمت ريكتانجل على سبيل المثال الإكس والواي مثلا، الإكس 10، وخلي برضو الواي كام؟ 10. طبعا هو مشي بعيد، تمام اهوت 10 و 10، تمام. هي النقطة، شايفين النقطة ايه؟ نقطة 0 0. ملاحظين؟ ملاحظين الخط اللي ماشي معايا ده، وهنا برضو كمان قلنا عليه الايه؟ الانديكيتور اللي بيحدد الابعاد او الدايمنشن الخاصة ب الاوبجكت اللي عندي. طيب انا عايز اعمل زوم، مش مشكلة، اعمل زوم زوم زوم. ايه يا جماعة، حصل حاجة؟ لا لا، حصل حاجة. ايوه زوم بالنسبة للعين، ولكن مكان الاوبجكت كما هو، هنا فين؟ عند العشرة، وهنا فين؟ عند العشرة. بس هو ده احنا عايزين نعرفه، اللي هو موضوع معايرة الايه؟ الشاشة، ان انا برسم بتأكد. لو لاحظت ان الواي هنا او الاكس من 10 بقى مثلا 15 او 16، لا في مشكلة، لازم اوحد الايه؟ الاكس والواي مع بعض، او يبقى في نسبة بينهم، بحيث ايه؟ كل ما اعمل زوم ان تمام المكان الاوبجكت ايه؟ ما يتغيرش معايا. الموضوع التاني اللي هو موضوع الجريد. موضوع الجريد موضوع ممتاز جدا، جميل. موضوع الجريد اللي هو طبعا خطوط الشبكة، نفس موضوع الرولر او قريب منه يعني نوعا ما. يعني على سبيل المثال لو جبنا الريكتانجل ده كده، تمام، وعايزين نظهر الجريد طبعا يمين، جريد سيت اب، او اضغط يمين في مكان كده وفيو واقول له جريد. ايه الجريد ده؟ ده خطوط الشبكه. ايه فايده خطوط الشبكه؟ طبعا لها اكتر من فايده، ان انا بعمل محاذاه للعناصر عليها، بعمل التصاق للعناصر على الجريد ديت. هي فيها طبعا اختيارات كتير، تمام. لو اخترنا كده واخترنا جريد سيت اب، فيها اوبشنات. الموضوع ده ان شاء الله يعني نحاول نأجله ان شاء الله المحاضرة القادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.